أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى، والذي تناولا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، والتوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة. تعادل نادي القادسية مع نظيره السالمية بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري فيفا، ليحافظ على وصفته في الدوري. خطرة لكن بيشيل حارس مرمى متابعة الجول. أحمد الظفيري أمس ويدان للسالمية، نقلة حلوة إلى بدر السماج، ممكن يشوت شايد على المرمى، الله!